مرحبا يا مرحبا باسم ابو ناصر وباسم الهيلة. ابو ناصر اصورك اليوم راحت في كل ديره والله. تكفى يا ابو ناصر. والبنت هذه تبي نخطبها لك على خشمي والله. ترى هذه للحين ما دخلت الاسلام والله ما دخلت الاسلام. ايه انا ما علم الاسلام ما عليك من الاسلام. والله ابو ناصر والله ما دخلت الاسلام للحين. هذا للحين مسلمين بس هذه للحين الاسلام. خليه هو اللي لا انت قل استاذ استاذ ابو ناصر والله لو دخلت الاسلام ابد تعلمين لامش يا ان ابوش بيخطب ها تعلمين له ها تعلمين